ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة عاملين فيديو جديد هيعجبكم جدا 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 جدا. تمام، كملي. طيب احنا النهاردة عاملين تحدي انا اتكلم اللي هو اكبر، يعني هو المفروض كان الاكل في دقيقة، بس هو جايب حاجات يعني مش هينفع تتاكل في دقيقة بصراحة، كتير قوي. فهنعمل تحدي مين يقدر يخلص الحاجة دي اسرع. عملناها حاجات حلوة بس ايه، بس برضو الحاجات تقيلة، يعني ما تتاكلش في مرة. تمام. فاول حاجة اعملوها بقى انزل اعملوا لايك وتابعوا وشوفوا مين هياكل الاول ويخلص الحاجة الحلوة دي الاول. اكيد انا طبعا، لان انا بحب الحاجات الحلوة، والرجالة اصلا ملهاش في الحاجات الحلوة قد كده. يلا نجرب، يلا نجرب. طب يلا ندوق. احنا هناكل بدي دوق. استنى اوريهم الاول التفاصيل دي. ده اتنين شيبسي، المفروض كان جاي بوريهم كده التانيين ده. المفروض كان في تاني بس احنا مش هندخلهم في التحدي، يعني هنسيب الكبار دول على جنب وناخد الصغيرين. ماشي، امسك كده واتنين مولتو. امسك كده، ده ممكن نعمله في دقيقة لو ما نفعش. ايه ده؟ واتنين اللي هو ده سمباي. استنى بقى، واتنين لمبودة واتنين هوز واتنين اسمه ايه، بامبو وريفر بامبو. ايه ده؟ دول تلاتة، دول امرهم ما دليت واحدة البيت بتاع اختك. واتنين ده كده بره التحدي، بس ممكن انا اكله بعدين. هنفطر بيه. ماشي، اتبع الحاجة دي كده. يلا امسك. انا هصرف. لا ده مليان خالص. طب احنا هناكل مين اسرع ولا اكتر كمية؟ بجد والله مين اسرع؟ احسن من اسرع. انت ريحك مصل قوي. بس هو سرع الفيديو منهم بحيك. انت غير اللوز. يا ماري فين؟ ده الورد يخلص الكيس ولا انت شغال على بالي؟ مش واخده بالي. خلاص سيبوا يا جماعه، الكلبه وقعت التليفون. وريت لهم قبل كده، هي لازم تزورنا في كل مكان. كبير يا مرو، انت كده تبقى جاي. انت خلصت اهو. هيا عمتا خذ يا مرون، ما تغيرش. لا والله انت بتقولي تعالي ده بدقيقة، ده ما كنتش تغيرش في دقيقتين. Thank you.
كام جرام؟ 3. حرام عليك. الدنيا تبان ولازم انت غشاش. طب خد اللي بعده اسرع. انت ذكي. هو التحدي على الشيبسي بس؟ انت بتنقي؟ شوف الاخر هتتبلع الاول. مش عارف انا لما اجي اطلع حاجه جديده زي كده. طب العقاب ايه بقى؟ ماما خلاص هات. خد زهقك والله العظيم يا مرون. انت عارف انا عايزه اخسر. عايزه اكسب ولا ايه يا لهوي؟ عايزه اكسب عشان مش عارف. وايه اللي حصل؟ البتاع مش عاجبني. احسن ما تاكلوش. خلينا نكسب. بابا مش قادر. انا عايزه ميه. عايز ميه. اول ما تستسلم قولي خلاص وانا هكسب على طول. ليه تبقى عملت يا ماما؟ دي منظر خدود جعانة. وقفوا الأرض ولا إيه؟ هي ما لو بعمل معاك تحدي أكل فرخة ولا ديك رومي هتعمل إيه؟ لا كده غش. طلعهم مطلوبة معاك. بس شيء مرون. اثنين. واحدة. كل بقى. طب عملت معاك تحدي فرخة كاملة هتعمل ايه؟ ها؟
واتنين. كلها اللي جاي سهل، انما ده صعب. بجد كده خلاص والله. مبروك عليك. طب ماشي، استنى بقى كل دي وافكر لك. دلوقتي هو خسر، اختار عقابك قدام الكاميرا. انا كلت الملط زياده كله. انا بالنسبه لي دلوقتي اكبر عقاب هتعاقب بيه ان انا اروح انام. قول يا كوبا خلصني. اسرح لك شعرك؟ هو متصرح خلق. ولا اعمل لك تسريحات والكلام ده ولا ايه؟ وهتديني فلوس؟ لا خدي فلوس احسن. هتديني كام؟ 50. اختار يا كوب حلو، مش بهزر. يا كوب فين اللي تختار؟ هو يختار يا كوبو، انا اختار لك ايه؟ في حد بيختار موتو؟ بعد الاطلاع على الاوراق واسمها مرون ومطالعه الرفيعات والتخان، قررنا العقاب بالاتش ان احنا هنشوف صوره البطاقه بتاعت مرون. الله الله الله، خدتها منين بقى؟ منك. خدتها مننا؟ امتى؟ المهم ان انا ثبته اساسا وخدت منه البطاقه. من اسبوع صح. هنشوف صوره البطاقه بتاعته مع بعض، يعني ده مقارنه بيه. انا اللي مستني معايا صورتك على فكره. طب هتتريق عليه ولا اتريق انا؟ ما تغمزنيش. لازم يا ابني لازم تيجي بالكاميرا، ده ما حدش شاف حاجه. استنى نبينها كما بدات. جاي لك يوم ان بيس بصوره بتاعتي حلوه يا اخويا. سمرون يلا قول كلمه بالنسبه ان انت خسرت. خسر من كيس شيبسي وواحد سان بايتس وواحد نايتي. وعلى كده والله، يعني هو عشان لسه اكل وكده، يا ريتنا كنا. التحدي ده عايز جوع، جوع كبيره قوي والله. يعني عايز مثلا من الساعه 5 ما ناكلش كده عشان نعمل تحدي حلو. طب يعني التحدي الجاي المفروض يبقى عن فراخ بقى، تجيب لي فرختين حال مشويتين حال. يلا قول كلمه عشان ننهي الفيديو. بصوا يا بنات، يلا الكلمة بعد انتهاء خلاص التحدي ده وان انا كسبت ومعدتي اقوى وكنت هستحمل اكتر لو كان في بقى ايه حاجات اكتر كنت زماني كلتها كلها. برون اعترف ان انت خسرت. خسرت. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل حاجة جديدة بننزلها. الجرس اللي عليه شرطتين مش الجرس السلبوتة. وما تنسوش اهم حاجة تعملوا لنا لايك 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 واشتراك عشان هعمل مقالب فيه كتيرة قوي. ايه يا مرون ايه ده؟ ده بيت. يلا باي. انا اللي بعمل. بص بص على الفيديو.